تمكنت منظمة رصد للحقوق والحريات بمحافظة إب من تسجيل 85 حالة انتهاك أقدمت عليها ميليشيا الحوثي والمخلوع ضد أبناء المحافظة خلال ديسمبر الفائت. وأوضحت المنظمة أنها لم تتمكن من رصد أغلب الانتهاكات نتيجة لقبضة الميليشيا على المحافظة وتهديدها لأي مواطن يقدم بلاغا عن أي انتهاك. نتابع التفاصيل. وثقت منظمة رصد الحقوق والحريات بمحافظة إب 85 جريمة ارتكبتها ميليشيا الحوثي والمخلوع بمحافظة إب خلال شهر ديسمبر الفائت، وتنوعت بين جرائم القتل والشروع بالقتل ونهب أراضي والسطو على الممتلكات العامة والخاصة، وتمثلت في 11 جريمة قتل بينهم طفل وامرأتان، فضلا عن عشرات القتلى الذين لم تتمكن المنظمة من رصدهم نتيجة القبضة الأمنية والقمع المفرط من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع لمن يقدم بلاغا عن انتهاكات وجرائم تعرض لها أي مواطن. تزايد وانتشار عصابات نهب الأراضي المرتبطة بقيادات الميليشيا وسطوها على أملاك المواطنين بتواطؤ مع أمن المحافظة والسلطة المحلية، وسقوط العديد من الأبرياء على خلفية تلك الانتهاكات. 6 حالات شروع بالقتل انتهت بالإصابة، من بينها طفل، وطالبة أصيبت داخل سكنها بحرم جامعة إب تدعى ميمون عبد الكريم القيسي. جريمتا اغتيال أحدهما برصاص الحي والأخرى بعبوة نسيفة استهدفت القيادية بحزب الإصلاح بمديرية جبلة الأستاذ فهد الحاشدي. حالة وفاة نتيجة التعذيب بسجون الميليشيا خلال ديسمبر الفائت، فضلا عن 4 حالات سبقتها خلال نوفمبر الماضي. حالة إعدام ميداني. حالة سطو مسلح تعرض لها أحد البنوك التجارية بالمدينة. حالة سطو مسلح في مكتب الأوقاف. حالة سطو مسلح في جامعة إب وسرقة 220 مليون ريال. 9 حالات اقتحام ونهب لمنازل المواطنين ومؤسسات الدولة. 47 حالة اختطاف وتعرض المختطفين للتعذيب النفسي والجسدي. حالة فقدان أحد المختطفين لعقله جراء عمليات التعذيب الوحشية. وأشار تقرير رصد بمحافظة إب إلى وضع إنساني صعب على مستوى جميع الخدمات بسبب تدهور المستوى المعيشي وفرض مبالغ مالية وإتاوات على التجار وأصحاب المحلات التجارية وعدم صرف مرتبات الموظفين منذ عدة أشهر وانعدام الكهرباء منذ إبريل 2015، كما تعاني المحافظة من العبث بالمال العام من قبل الانقلابيين ومشرفيهم المفروضين بكل مرافق الدولة.